للحديث أكثر حول ما يجري في منطقة أبو سليم وجهود التهدئة والمصالحة بين أطراف النزاع ووقف إطلاق النار. ينضم إلي هنا في الاستوديو السيد ناصر الكريو، عضو المجلس البلدي طرابلس المركز ورئيس لجنة الأزمة بالمجلس البلدي طرابلس المركز. أهلا بك سيد ناصر، معي في نشرة السادسة. يعني كيف تتابعون هذه الاشتباكات والأوضاع في منطقة أبو سليم، وما هي آخر ما توصلتم إليه بخصوص التهدئة بين الطرفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أبو سليم هو قلب طرابلس المركز، يعني أبو سليم طرابلس المركز متلصقين، تعتبر حتى نشبحنا في يقولوا جنوبي لا هي داخل طرابلس المركز. طرابلس كعاصمة ممكن الكثير ما يعرفش بالحجم متاعها، فهو اشتباكات في محيط بلدية أبو سليم في جزء منها، لكن المشكلة فيها أنها فيها كثافة سكانية. احنا من هذه ابتدت الاشتباكات عندنا مجلس المصالحة على مستوى طرابلس الكبرى بدوا يتحركوا التوار الموجودين داخل المدينة، الجهات بعض الجهات الرسمية، وكان فيه يعني من أول يعني من يوم من هبتة الاشتباكات، وكان تواصل مباشرة. احنا نعي خطورة الاشتباكات هذه ومدى تأثيرها، وكان الاعتقاد أن في عملية أن إمكانية ضم الموضوع يعني بسرعة لسبب بسيط، وهذا السبب أن الفريقين المختلفين اللي هو الدعم المركزي أبو سليم والبحث العام أبو سليم في نفس المنطقة، نفس صغار الشارع، نفس الأقارب، يعني فكان واشتركوا مع بعض، كانوا في نفس الصف في الثورة، فكان الاعتقاد أنه يتم ضم الموضوع. وكنا لكن للأسف أن في عدم تحكم في الشباب من طرفين، وهذا أدى لزيادة التوتر، وأدى وطبعا مع الاشتباكات مع الدماء، هذا سبب للمرحلة وصلنا لها. وحنا طبعا نخافوا منه في الوقت الحالي، ونسعى في ضم الموضوع هذا، لأن خايفين على اللحمة الاجتماعية الموجودة. لما أنت تبدأ في نفس الشارع على يعني أو متقابلين جيران أو صغار وصار بيناتهم، درء لتمزيق النسيج الاجتماعي. أيوة، درء لتمزيق النسيج الاجتماعي في أبو سليم. فاحنا مجلس مصالحة ممكن بارح لحد، وكان قبل السيد هاشم بشر كان يتحدث معكم في المداخلة، يعني الوقت متأخر من الليل، وكان الاعتقاد أنه وصلنا لحل المشكلة. وطبعا الجهد مشكور كل من شارك فيها، في الإخوة جو من الجبل، في الإخوة من ترهونة، في من عدة جهات من المنطقة كلها داخل، لكن في أسف أن في غياب شوية لعملية العقل وتحكيم العقل في الموضوع هذا. طيب ما عندما توصلتم مع هذه الأطراف، ما هي الشروط التي طرحها كل طرف؟ والله باش نكون معك صراحة، يعني لا يجب مطالب أي لا يجب لا في شيء معين، لا يجب أن أنسب الأشياء لنفس، لأن ما كنتش أنا في المفاوضات مباشرة. كان سيد هاشم وكانوا رئيس مجلس الأعياء مصالحة في طرابلس الكبرى، وكانوا الجهات الثانية هم اللي تواصلوا، وما كانش في مطالب يعني أن فك، يعني وزي ما قال سيد هاشم أن إطلاق سراح الموقوفين هنايا وموقوفين هنايا، وزي ما يعني هي الفكرة أنهم في نفس النسيج، وما فيش حتى بوادر حاجة مشكلة سياسية يعني في ما بيناتهم، لأن نفس المنطقة. اللي احنا اللي منزعجين يعني زي ما قلت لك انزعج اليوم اشتباكات، يعني ازدادت وتيرة الاشتباكات، وحاليا في ساعي من مختلف الجهات. الملاحظة اللي بنقولها للشعب الليبي هنا في التلفزيون في الجلسة نقولها، يعني راهو الجميع حتى المختلفين تعتقدوا فيهم أن مختلفين في الموضوع هذا، أغلبيتهم ساعيين في عملية عدم احتدام الاشتباك. إذاعات اللي قاعدة أن هي ضخ بصورة، أو الشباب للأسف اللي يكتبوا في الفيس هذاك جاء مداد من غادي وهذاك جاء، هذا عبارة أن هم زادوا من نوع الفتنة الموجودة داخل المنطقة اللي هي كان فيها نسيج متلاحم. نعم، يعني هنا محل السؤال. هناك من ذكر على لسان المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي أرقام خيالية تصل إلى 30 قتيل و40 جريح وما إلى ذلك. السيد محمد المصراتي قبل قليل أكد لي أن هناك قتيل واحد استقبله الهلال وأربعة جرحى. يعني أنتم كمجلس بلدي كيف تنظرون إلى مثل هكذا وسائل إعلامية يعني تنقل إشاعات كاذبة؟ شوف، الإعلام شرف والإعلام مهنة، وما لم أنك أنت تسعى في وعد الفتنة داخل مدينتك أو داخل بلدك فيبقى أنت تحارب في البلد متاعك. يعني أنا للأسف أن في دعات حتى نسبة على أو حاول تتصل معي أشياء هذه خارج على المنطق، يعني حتى يعني في اشياء لا يجب انك انت تتحدث بها، يعني انك انت لما يكون في خلاف بين اثنين حتى شرعا، حتى خلاف بين اثنين وتبي تصلح فيما بيناتهم، ما تسعى بنقل الفتنه.
فيها. فاحنا في طرابلس ساعيين مجالس البلديه في طرابلس، في الهيئه الطرابلسيه كان معكم السيد عدنان القوي قبل شويه، في مجلس المصالحه توحيد المجتمعين، فيه المجلس الرئاسي، المجلس كل واحد قاعد يشتغل. ما هي المعلومات التي تفضل عندك، ما هي المعلومات التي تصلكم عن المدنيين واحوال المدنيين داخل المنطقه؟ داخل المنطقه في مناطق الشباك اوضاع هنا موضع مدنيين سيئه جدا. وهنا يعني نناشد ونحمل مسؤوليه للطرفين المتقاتلين في سلامه الناس، لان في ضرر في المساكن، في ضرر في السواق، في ضرر في الواحد، لان زي ما تعرف انت لما تستعمل سلاح ثقيل في مساحه صغيره، يعني المساحه ما تفوتش زوز كيلومتر مربع او 4 كيلومتر مربع على بعضها، تستعمل فيها سلاح دبابات وسلاح ثقيل، هنا هذا مشكله. طبعا احنا كبلديه طرابلس المركز نضع جميع امكانياتنا وجميع دعمنا الكامل تحت بلديه بوسليم في الوضع الازمه هذه، بناء تو اتصال مع عميد البلديه كلمني قبل ما ندخل الاستوديو، واحنا كاتفاق واحنا اشتغلنا كلها في الحل هذا. متوقف لكن متوقف على وقف اطلاق النار وامكانيه ادخال هذه المساعدات ربما الى العائله، يعني من ناحيه المصالحه ساعيين، من ناحيه اي شيء، لان بلديه زي ما قلت لك هي احنا كنا في مجلس محلي كبرى مع بعضنا ونعتبر في نفس النطاق، وكل بلدية وكل ليبيا، مش يعني مش بوسليم بس، كل ليبيا. لكن الظرف هذا احنا يمسنا، ندعو ندعو جميع المتقاتلين وقف القتال. فيه مساعي جاده من اطراف كثيره، يجب انهم يسمعوا الكلام المتقاتلين وقفوا القتال، لان لا يصح استعمال دبابات في اطار يعني هذه حتى معلش في القانون الحرب يعتبر من ضمن جرائم الحرب استعمال الاسلحه الثقيله داخل المنطقه السكنيه. فراهو في ورانا الانسان مش عمره توا، انسان قدامه في، والدوله حتعود شاء من شاء وابى من ابى، يعني حد 5 6 10 حتعود الدوله، وكل واحد حيتحاسب على البنوشيه وصل 83 سنه وتعرض للمحاسبه. فيبقى كل واحد ينظر. الاخوه اللي هم مسؤولين ويعتقدوا مسؤولين في بعض الجهات وخصوصا خارج طرابلس، انت مش موجود في طرابلس، لا يجب انك انت تصرح بحاجات ماهيش صحيحه لين تجي تشوفها على ارض الواقع. ده الفتنة افضل. انت حتى تبي تجي ترجع تبي تحكم في طرابلس او تبي تكون في مجلس في طرابلس، تعال لها هي سليمه افضل ما تكون هي خرابه. يعني هذه من الاشياء والرسائل. اهل طرابلس الحمد لله ان هم متماسكين، وبغض النظر على الازمه هذه حتى اليوم، حتى الناس في تواصل في عده اماكن وفي خروج، والناس يعني في كثير مناطق عايشه المعيشه الطبيعيه، لكن نظر كلهم ان يشبحوا في جرح موجود حاليا في بوسليم بايدي شباب بوسليم، وهذا المزعج. شكرا جزيلا لك السيد ناصر الكريو، عضو المجلس البلدي طرابلس المركز ورئيس لجنه الازمه بالمجلس، كنت معي هنا في الاستوديو، شكرا لك.